بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل
ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله.
محمد رسول الله. محمد رسول الله. شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه Yeah.
ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختام ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بين الرفض والقبول الا الصلاه على الرسول شيخ رمضان الساعه خليك معنا شيخ رمضان بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الله عليك بسم الله ما شاء الله عليك الله اكبر عليك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك
الأرض. عشان احنا مشتاقين للمدرسه المنشاويه. ايوه لان احنا في بلد سيدنا الشيخ المنشاوي سيدنا محمود صديق المنشاوي يرحمه ويعافيه. المنشاوي في مركز المنشاوي بس بعد ما تجيب لنا الضحى والليل المدرسه العين. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى أولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقبر صلى الله عليه وسلم وأما السائل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وقضى ظهرك ورفعنا لك فإن مع العسر يسرا إن مع فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد
إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آمن بالله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إيه.
ثاني يا محمد. ثاني يا محمد. الفاتحة.